توثيق لتاريخ عريق بدءاً من العصر الحجري للمنطقة حتى بداية بزوغ شمس الإسلام، من هنا عند بوابة متحف الشارقة للآثار الذي يحتفظ بكل الآثار التي تم اكتشافها في إمارة الشارقة، لا سيما المتصل منها بالحياة اليومية للسكان الأوائل في المنطقة، وذلك ضمن مجموعة من الأقسام التي يضمها المتحف. فهناك الكثير مما يوحي بعظمة التاريخ ويعكس ثراءه، حيث يتعرف الزائر على حياة سكان الشارقة وكيف كانت قائمة على التنقل. ورغم أن مناخ الشارقة في هذه الفترة كان جافاً، إلا أن تطوراً جديداً ظهر على الساحة تمثل في استخدام المعدن عوضاً عن الحجر في صنع أدوات الحياة اليومية وفي إعداد الطعام أيضاً. لعل في اختيار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة متحف الآثار ليكون الأول في عاصمة الثقافة والحضارة الإسلامية مغزى عميقاً يعكس اهتمام سموه الشديد بحفظ وعرض الآثار التي تروي قصة تأقلم أهل الشارقة مع صعوبات الحياة وكفاح ظروفها منذ العصر الحجري. رسالة هذه الحاضنة التاريخية هي أن متحف الشارقة للآثار أصبح أرشيفاً دائماً للقطاع الأثرية.